ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نكمل باقي فقراتنا. امتدادا للحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على التغذيه السليمه والمكملات الغذائيه السليمه وازاي نختار المكملات الغذائيه اللي هي ما تاثرش علينا بشكل سلبي او ما تاثرش علينا بشكل جسدي على المدى يتعبنا ويسبب لنا امراض. وده كان من خلال كابتن عمار عادل اخصائي التغذيه والصحيه والمكملات الغذائيه. صح كده؟ صح كده. صباح الفل. صباح الفل. ازيك يا ابو كابتن؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ مشرفنا. الحمد لله تمام. النهارده هنكمل مع كابتن عمار موضوعنا اللي احنا بدانا فيه الحلقه اللي فاتت. احيانا كده بيكون في كوادر كويسه ولاعبين كويسين جدا ممكن يمثلونا على المستوى الوطني وكده، بس بيكونوا محتاجين الارشاد. ممكن حد ما يعرفش ياخد فرصته، حد ما يعرفش ياخد مجاله كويس، حد ما مش لاقي حد ياخد بايده. احنا هنا ازاي نقدر ندعم لاعبي كمال الاجسام على المستوى التخصص يعني؟ تمام. بالنسبه للاعيبه كمال الاجسام بصفه خاصه والرياضه بصفه عامه، بيكون اللاعب محتاج الدعم المعنوي اكتر من الدعم المادي. بالنسبه لو هنتكلم بتخصص اكتر عن رياضه كمال الاجسام، الدعم المادي بيكون اكبر طبعا لاحتياجات اللاعب من مصاريف. انت عارف حضرتك بقى التغذيه والمكملات والمتابعه مع مدرب ومتابعه مع دكتور وتحاليل، كل الكلام ده بيحتاج دعم مادي. بس برضو الدعم المعنوي هنا بيكون اكبر من تجاه من الدوله، من النادي، من المدرب بتاعه، من اصدقائه وزملائه في العمل. كل الكلام ده بيكون اهم حاجه عنده الدعم المادي. كويس. يعني انه نقدر نبني جيل من لاعبي كمال الاجسام اللي بيمثلوا مصر على المستوى المحافل الدوليه، لازم تكون في مقومات، واهمها المقومات الماديه. تمام. صح كده؟ طيب يعني امتى يكون عندنا لاعب مميز؟ امتى يكون عندنا كادر كده زي بيج رامي مثلا؟ عندنا البيج رامي. يعني هو دلوقتي حصل على اهم واكبر بطوله في العالم اللي هي مستر اولمبيا 2020 اللي فاتت. بالظبط. وغير بيج رامي عندنا على المستوى الهواه او بطوله العالم اللي هي بطوله العالم للهواه، احنا مصر بطل العالم 9 سنين ورا بعض، يعني 9 مرات ومتواصل لغايه الدروب اللي حصل في سنه 2015 اللي هو بدات ظهور التحاليل المنشطات انها تكون اجباري على اللاعبين يعني حصل دروبات مع كمنتخب ومع اللعيبه. انما مصر عندها لعيبه على المستوى الدولي، لعيبه يعني احنا الحمد لله اوائل العالم. بالنسبه لبيج رامي، هو دخل باللعبه او دخل بمنتخب مصر لحته تانية خالص، ناحيه مستر اولمبيا. مستر اولمبيا هي اكبر بطوله خاصه في رياضه كمال الاجسام. متهيألي هو بيج رامي كان اول لاعب مصري يحصل عليها، صح؟ اول لاعب مصري. تمام. روشته رياضيه، ازاي اقدر اكون لاعب كمال اجسام؟ تمام. تمام. هنا ممكن بس افتكر حاجه، كان كابتن احمد عصمت ابن الراحل طبعا كابتن عصمت صادق، قال كلمه برضه في مجله عالم الرياضه. حد ساله ازاي يكون لاعب كمال اجسام؟ قال له طول ما انت بتقدر تاكل بكميات كبيره، ايوه، وبتاكل ومنتظم، تقدر تكون لاعب كمال اجسام. وطبعا ما قصدوش ان هو ياكل اي حاجه او ياكل اكل ان هيلثي او اكل فاست فود او الكلام ده، لا، هو قصده ان هو طول ما انت بتقدر تظبط اكلك، تاخد جرعاتك اللي تكفيك من البروتين، من الكربوهيدرات، من الدهون، من كل حاجه مظبوطه، تقدر تكون هنا لاعب كمال اجسام. يعني هنيجي للقاعده اللي احنا قلناها الحلقه اللي فاتت، الانتظام والاستمرار. لازم يكون منتظم في مواعيد اكله، مواعيد نومه، مواعيد تمرينه. تاني حاجه ان هو يستمر على ده. يعني ما يجيش يعمل دروب ويقف، ولا يفضل مستمر ومنتظم. حلو جدا. طيب نرجع لنقطة معينة وهي تقريبا أكتر حاجة في مجال تخصصك حساسة جدا، المكملات الغذائية. تمام. أنا كراجل قررت إن أنا أبدأ أدخل في, 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 في ألعب جيم ورياضة وبتاع، وعايز أخد مكملات غذائية، إزاي أنا كراجل عادي أو رياضي عادي أقدر أفرق ما بين إن المكمل ده يعني أصلي كويس أو مضروب؟ ولا كده يعني. تمام. ده السؤال اللي بيشغل فعلا ناس كتير قوي، وخصوصا من اللي يعني رواد الجيم أو اللي هم مهتمين بشراء المكملات الغذائيه كلاعيبه واهلهم من ناحيه تانية. دي حاجه اكبر، يعني في كتير بتتصل بيا مثلا والده لعيب، انا ابني جاب المكمل الفلاني، انا ابني عايز يعلي مستواه، ياخد ايه؟ طب هو ده يا دكتور ده كويس، ده مش مظبوط الكلام ده. فكل يعني دي مخاوف فعلا كتيره. بالظبط. اول واهم حاجه يعني عشان نكون صراحه مع بعضينا، المكان اللي انت بتشتري منه. يعني الف ب تشتري مكان موثوق منه، مكان ليه تصاريح، مكان بجد موجود، مش بيدجات على النت وخلاص، او يعني حاجه موثوق فيها. تاني حاجه تصاريح وزاره الصحه. اي واي بروتين او اي منتج مكمل غذائي كمكمل غذائي صريح، ما هواش بقى احماض امينيه او برانش تشاينا مينو اسيد،
لا بكلم مكمل غذائي صريح، هتلاقي عليه تصريح وزارة الصحة. كويس. رقم تشغيل من معهد التغذية. ماشي. تمام؟ دي أهم الحاجات اللي هي البسيطة اللي موجودة عليه. حلو بعد كده مفيش علبة مكمل غذائي في الدنيا كلها ما عليهاش ثلاث حاجات. تاريخ إنتاج وانتهاء ورقم تشغيل. تمام. بكل بساطة بتبعت بيهم ميل للشركة اللي بيكون المدون موقع على العلبة. تمام. وبيردوا عليك، يعني هم ناس دايما بيكونوا ناس بيردوا بسرعة وناس محترمين جدا. الشركات اللي بره تبعت لهم ميل بيردوا عليك. واضعف بقى طريقه اللي هي اضعف الايمان في يكون في باركود على العلبه. طبعا دلوقتي كلنا عندنا البرنامج الباركود على الموبايل، بنشوف باركود المنتج بيظهر لنا الموقع. كويس جدا. طيب انا امتى استخدم المكملات الغذائيه؟ خدها امتى؟ اول حاجه لما دكتور يقول لك. اول حاجه دي اهم حاجه. تاني حاجه لما يكون جسمك محتاج للكلام ده، يعني ما تمشي اول يوم انزل الجيم هقول انا محتاج 1 2 3، لا. انا انزل الجيم اتمرن، اعمل نظام غذائي، اشوف ايه الاحتياجات اللي جسمي محتاجها وما باخدهاش من الغذاء، اخدها من المكملات الغذائيه الخارجيه. حلو جدا. بعد كده لو انا مثلا عندي مثلا مريض سكر، بيبقى محتاج مكملات معينه، زي محتاج فيتامين بي، محتاج زنك، محتاج فيتامين د، حاجات معينه ببقى محتاجها. لو انا مثلا مريض ضغط باخد الحاجات اللي فيها مغنيسيوم وفيها بوتاسيوم. اقل يعني في مكملات معينه للحالات المرضيه. دي حاجات الواحد بيبدا يلجا فيها للمكملات، او ان انا عندي مثلا في الدم نقص فيتامين معين محتاجه، فبضطر ان انا اخده من المكملات. كويس جدا. طيب يعني انا ما اقدرش اخد نصيحه مدرب الجيم او خد ده او ما تاخدش ده على محمل الجديه، لازم اسال وراه. يعني لازم تسال، لان هو المدرب الجيم هو مختص بالتدريب في الناحيه الجزئيه اللي هي العمليه. هو بيمرنك، هو عارف كيفيه واليه عمل العضله، لكن ما يعرفش اليه وفسيولوجيه الجسم جوه. حلو. دلوقتي انا عشان اخد مكمل غذائي وليكن ابسط الاشياء، الوي بروتين. الوي بروتين ده هو صوره مبسطه من البروتين اللي في الغذاء، او كويس. بالبلدي كده هنقول زي ما احنا قاعدين كده مثلا هنقول اسمه بالايزوليتد بروتين، هو شرش اللبن. يعني عارف انت اللبن او الزبادي بيكون عليه ميه من فوق، هو ده شرش اللبن، هو ده الوي بروتين. حلو جدا. دي صوره مبسطه كلنا ممكن ناخده. حلو. طيب انا عشان اقول لواحد خد حاجه زي كده لازم اشوف حاجات كتير، يعني مش شرط مثلا ان انا اقول له اعمل لي سي بي سي او اعمل لي ليفر بروفايل، انا عايز حاجات كتيره، يعني عايز وظائف كلى، وظائف كبد، تحاليل كامله عشان اقدر اقرر هو ايه الانسب له. فمين اللي يقول؟ هو لازم يكون دكتور. لان دلوقتي انت بتتكلم في نسبه بروتين لو زادت الابسورفيشن او امتصاصها للجسم طبعا هيكون اعلى، لما جسمك هيستقبل الكميات دي اكتر، فالكبد والكلى هيشتغلوا اكتر عشان يقدروا يصرفوا المنتج ده في مكانه الصحيح. تمام. فالكلام ده مش لاي بني ادم، تحت ظروف معينه، صح، ظروف تمرين معينه، ظروف احتياج للجسم معين. مش اي حد يدخل الجيم اقول له خد 1 2 3، يبقى انا كده باصص للناحيه الماديه، صح، مش باصص للناحيه البني ادم اللي قدامي وصحته. صح. طيب هتكلمنا عن ايه الحلقه الجايه؟ الحلقه الجايه ممكن نتكلم عن ايه هي ابسط المكملات اللي ممكن تاخدها تحت اشراف طبي، وازاي نفهم المكمل الغذائي هدفه ايه لكل بني ادم. يعني دلوقتي مثلا انا بلعب رياضه كمال اجسام، غير بلعب سباحه، غير بلعب جودو، غير بلعب مصارعه. حلو. كل لعيب او كل رياضه ليها تعامل معين في المكملات الغذائيه، وبالتالي تعامل معين في الانظمه الغذائيه. طب والله العظيم تفكرتني بحاجه حلوه. انا احيانا ممكن اقابل حد، اطفال مثلا، براعم لسه او ناشئين، هم مش عارفين، ممكن يكونوا يعني يتجهوا لاي لعبه. يعني ممكن هو جسمه يدي ان هو يلعب مثلا سباحه بس مش هيبقى بارع فيها. هل لو هو غير اتجاهه مثلا للباسكت او للقدم او لكمال الاجسام ممكن ده ينجح فيه، ولا هو عامل بناء الجسم هو اللي بيساعد؟ لا، هو اول حاجه لازم بيكون في عوامل نبص عليها. يعني كان في ماده بندرسها في الكليه اسمها تشوهات القواميه، تشوهات القواميه ندرس فيها مميزات وعيوب القوام. انا دلوقتي عندي الطفل من هو صغير لسه بشوفه زي ما بتقول حضرتك براعم، انا بشوفه لو ايده مثلا كف ايده كبير، مقاومات جسمه قويه، ده يتجه لرياضه مثلا كره اليد. لو هو جسمه طويل وبناؤه كويس وقوي يتجه لكره السله. يمتاز بالسرعه، المرونه، ندخله في ناحيه الجمباز وكره القدم. فاكتشاف البراعم او اكتشاف الاطفال نفسها كموهبه دي يعني ليها اسس وليها دراسات. مش اي حد يلعب اي رياضه. حتى لو اختلفت مع اهواء اللاعب. يعني دلوقتي ممكن يكون عندي لاعب في النادي الاهلي او لاعب دخل مثلا هو كويس بس ما هواش البروفيشنال في الحته بتاعته، لكن هو لو كان لعب في حته تانية كان احسن. ممكن تلاقي لاعب سريع جدا
بس ما بيأديش. طب السريع اللي في الكوره ده كمهاجم هو لو راح لعب العاب قوه، لو لعب كعداء او كماراثون هتلاقيه احسن، بس هو يقول لك انا عشان انا كنت بحب كذا. لا، الفكره مش انت بتحب بس، انت بتحب وهتكون متميز في ايه. صح. يعني انت دلوقتي مثلا انت لعيب كره قدم سريع وبتضيع وما بتعملش اي حاجه، سريع غير مهاري، لا انت مهمتك في السرعه، لا انت تخليك في العاب فيها سرعه زي الماراثون زي العاب القوه عموما. هي الفكره كلها انت بتحب ايه مع انت مؤهلاتك ايه. صح يا دكتور. كابتن عبار، بالسؤال ده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. على وعد ان شاء الله الحلقه الجايه هنبدا في في في, في, في شرح حاجات جديده من خلال فكره كابتن عمار عادل. نشكركم، صبحنا عليكم في السريع كده. نتمنى نكون حلقه النهارده عجبتكم. ان شاء الله على وعد بلقاء لحد الجاي في نفس الميعاد. استنونا، الى اللقاء.